هل أنصف التاريخ ثورة 23 يوليو؟ إيه اللي لم يذكره التاريخ حتى الآن عن هذه الثورة؟ خلينا ناخد إجابة واضحة عن السؤال ده. دكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان موجود معانا على التليفون وهيكلمنا أكتر، هل أنصف التاريخ ثورة يوليو أم لا؟ صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح النور وكل عام وأنتم بخير. حضرتك طيب وبخير يا فندم. طيب هل أنصف التاريخ ثورة يوليو؟ طبعا الباحثون في التاريخ أنصفوا ثورة يوليو بطبيعة الحال، والأحداث نفسها التي جرت منذ ثورة يوليو وما بعدها حتى ما بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر كلها تتحدث عن إنجازات ثورة يوليو على المستوى المحلي في مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعلى المستوى العربي والإفريقي الإقليمي والعالمي. فأصبحت ثورة يوليو ثورة عالمية وليست ثورة محلية، لأنها حركت عوامل الثورة وتغيير الظلم السياسي الذي وقع فيه العالم الثالث تحت سيطرة استعمار النظام الرأسمالي العالمي. عظيم. دكتور، إزاي قدرت هذه الثورة في تغيير أوضاع مناطق كتيرة جدا في جمهورية مصر العربية طال حرمانها لفترات طويلة؟ ده صحيح، ده جاء من خلال تفهم جمال عبد الناصر لتاريخ الثورة الفرنسية. وده الكلام اللي قاله عنه جورج فوشيه، ده كاتب سويسري أراد أن يفهم سياسات جمال عبد الناصر لأنها كانت شيء لافت للنظر بالنسبة له، فقرر أن يجي إلى مصر ويبحث عنه. ولكنه عندما جاء إلى مصر لم يسأل الناس في الشارع عن جمال عبد الناصر، ولكنه ذهب إلى مكتبة الكلية الحربية لكي يتعرف على الكتب التي كان يطلع عليها أو على البرامج الدراسية التي كان يدرسها في الكلية، وصنعت منه عشان يعرف شخصيته الشخص. فوجد في المكتب في فهرس الكتب الإعارات الموجودة الكتب بقى الخاصة بالثورة الفرنسية والثورة الشيوعية والزعماء السياسيين في العالم، ففهم خطوات جمال عبد الناصر. إيه هنا درس الثورة الفرنسية الذي تعلمه عبد الناصر ويختص بالسؤال؟ أنه لما قامت الثورة في فرنسا ونجحت في إسقاط الملكية، بل ودخلت في مشادة مع النظام الملكي وانتهى بإعدام الملك، لكن النظم كلها اللي حول فرنسا كانت كلها تخضع للملوك، فخاف ملوك أوروبا على نفسهم أن يحدث لهم ما حدث لملك فرنسا، فتحالفوا جميعا ضد الثورة الفرنسية وأسقطوها، وعادت الملكية مرة أخرى إلى فرنسا. صحيح أن بعد كده برضو تغيرت الظروف ورجعت الجمهورية الفرنسية، لكن جمال عبد الناصر استفاد هنا من هذا الموقف، قال أن أنا نجحت في القيام بثورة في مصر وإعلان الجمهورية ومكاسب اجتماعية طبعا كثيرة للعمال والفلاحين إلى آخره، لكن المحيط اللي حولي خاضع لقوى استعمارية. بلاد المغرب كلها من تونس للجزائر للمغرب خاضع لفرنسا، وليبيا خاضعة لإيطاليا، والإنجليز موجودين في الأردن، والفرنساويين في سوريا ولبنان، والإنجليز في العراق يعني ومنطقة الخليج. فقال دلوقتي أنه بقاء هذه الحكومات الاستعمارية حول مصر ده ممكن يؤدي إلى القضاء على الثورة المصرية، فبدأ يشجع حركة التحرر العربي والإفريقي من الاستعمار. فده فضل كبير يعني جاء من درس ثورة 23 يوليو من خلال التاريخ. وبعدها بدأ الدرس الثاني بعد ما نجحت هذه الثورات اللي هو يبقى التحرر الاجتماعي، وأعطاه بقى القوى الشعبية كلها حق الحياة بدل ما كانت مجرد شعوب أجيرة وتعمل في صالح أصحاب المال والأرض.
معركة الوعي، إنه ابتدى يحصل استثمار في وعي وتعليم المصريين ورفع الوعي بقى ورفع القدرة على القراءة والكتابة ودخول كل فئات الشعب في المدارس. هو كان التعليم من قبل ثورة يوليو كان بالمجان، ولكن كان مقصور على فئات معينة، ولكن من بعد الثورة بقى مفتوح لكل الناس، كل الفئات بيتم تعليمها ودخولها الجامعة ودخولها بعد كده كمان للمناصب اللي كانت مقصورة على فئات معينة. ده صحيح، بس للتأكيد أكتر يعني، لأن في ناس من اللي بيهاجموا ثورة يوليو ومسألة مجانية التعليم يقول لك ما كان التعليم مجانا من قبل 52 في أيام الملكية. لمين؟ وهم لا يعلمون أن هذه كانت معركة موجودة، وحتى الذي يطلع على مضابط مجلس النواب قبل 52 في سنة 33 وبعد 10 سنوات على إصدار دستور سنة 23 الذين يتشدقون به حتى الآن، أحد أعضاء مجلس النواب تقدم بمشروع لزيادة ميزانية التعليم الإلزامي. الإلزامي في ذلك الزمان اللي هو ما نسميه الآن محو الأمية، تعليم أولاد الفلاحين القراءة والكتابة في دروس بعد الظهر بعد ما ينتهوا من العمل في الغيط، لأنه الميزانية المرصودة كانت على قد عدد بسيط، فالعدد بيزيد محتاجين زيادة. فأحد النواب تقدم بمشروع للبرلمان بيقول زودوا ميزانية التعليم الإلزامي، فرد عليه أحد كبار الملاك في المجلس وقال كده الجملة بالظبط كده: إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم الخشنة ويجعلهم يستنكرون مهنة آبائهم. وقال ده أنا رحت العزبة، كان الكلام ده ثابت في المضبط، وأنا رحت العزبة مرة لقيت ولد لابس طاقية مشغولة بالأجور، ولقيت عيل راكب عجلة، ولد لابس جلابية مكوية، دول هيبقوا أصحاب الجلاليب المكوية مش أصحاب الجلاليب الزرقاء، لأن كان التعبير عن الفلاحين يقول لك أصحاب الجلاليب الزرقاء الموجودين. ورد واحد تاني من كبار الملاك في المجلس قال: لما نعلم ولاد الفلاحين امال مين اللي يسرح بالبهايم في الغيط؟ ده كلام ده سنه 33. فالتغيير بقى جه طه حسين، لما جه طه حسين وهو طبعا معروف اجتماعيا اسره متواضعه، طه حسين بقى وزير المعارف في حكومه الوفد الاخيره، طالب أن يكون التعليم كالماء والهواء، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من قبل ثورة يوليو، وتم تحويل اسم الوزارة من المعارف للتربية والتعليم في مرحلة ما بعد الثورة. أيوة، لكن كان في العهد الملكي حصل تأميم جزء، حصل مجانية جزئية في الابتدائي بس مش في الثانوي. لما جت 52 بقى بعد الثورة تم التعميم المجانية في المدارس ابتدائي وثانوي، وبعدين شملت المجانيه التعليم الجامعي من 62 بعد التأميمات 61، اصبح التعليم في الجامعه ايضا مجانا. فده فتح الباب لابناء بقى الطبقه الوسطى وابناء العمال والفلاحين الذين افادوا كثيرا من القرارات الاقتصاديه التي قامت بها ثوره يوليو على يد جمال عبد الناصر. ده لان هم ادركوا ان بناء الوطن لا ياتي الا بالتعليم من الاساس. كاستاذ طبعا. تاريخ، استاذ كبير طبعا للتاريخ يا دكتور عاصم، عايزين نعرف من حضرتك ايه اهم مكتسبات هذه الثوره من وجهه نظرك؟ اهم ايه؟ مكتسبات هذه الثوره. ده كتير قوي. يعني اولا الاستقلال الحقيقي وجلاء الانجليز عن مصر اللي ظلوا محتلين البلد اكثر من 70 سنه ولا يريدون الخروج، ودخلت القوى السياسيه قبل 52 في مفاوضات من اجل الجلاء لكنها فشلت لانها لم تكن تستند الى قوه. عندما قامت الثوره من الجيش ففرض على الانجليز الجلاء لانهم اصبحوا يواجهون قوه، وارادوا ان يحاولوا يعني يمتنعوا عن الجلاء. فلما عقدوا اتفاقيه الجلاء في 54 قالوا يتم الجلاء على مدى 20 شهر عشان يعني يحاولوا في خلال ال 20 شهر دولت تحصل اي فتنه كده في الداخل هم فما يتمش يجدون سببا للبقاء. فجلاء الانجليز عن مصر ده اكبر مكسب كبير، ثم دخلت مصر بعد كده بقى في اطار الصراع ضد الاستعمار وضد حتى النظام الشيوعي، لان كان العالم انقسم الى
المعسكرين بعد الحرب العالميه الثانيه، معسكر شيوعي بقياده الاتحاد السوفيتي ومعسكر راسمالي بقياده امريكا. فهنا بدات مجموعه الحياد الايجابي وعدم الانحياز سنه 55، وجمال عبد الناصر كان عضو مؤسس فيها مع تيتو في يوغوسلافيا ونهرو في الهند. فكر بقى الامه العربيه والوحده العربيه دي كانت قضيه جمال عبد الناصر، ان لم تكن حتى وحده سياسيه فتكون وحده الراي والموقف لمواجهه الاستعمار والاستغلال العالمي. اشياء كثيره جدا يعني نحن ما زلنا نعيش في نعيمها حتى الان. يعني ثوره 23 يوليو ثوره بيضاء انتصر فيها الشعب لجيشه ولم يراق فيها نقطه دم واحده. طبعا دي شهره ثوره يوليو انها ثوره بيضاء لانها يعني لم تحدث مقاومه لها، وده بيؤكد ان النظام اللي كان موجود في مصر في 52 كان يعني يرى ضروره التخلص من الملكيه بسبب تصرفات الملك فاروق ومواقفه. وهناك معروف روايه يعني قيلت بعدها في وقتها ان حشيه الملك فاروق كانت ارادت ان تلفت نظره الى تصرفاته السيئه التي تجعل الناس تهتف بسقوطه في الشوارع في المظاهرات التي كانت بدات تقوم من اواخر الاربعينات بسبب حادثه 4 فبراير 42 وفرض الانجليز حكومه النحاس على الملك فاروق. فاحد رجال الحاشيه بينبه الملك فاروق بيقول له انت تصرفاتك دي هتسيء الى اسرتك، اسره محمد علي مؤسس مصر الحديثه الى اخره. فكان رد الملك فاروق رد واقعي بيبين حتى ثقافته. قال لهم انا عارف ان النظام الملكي في العالم الى زوال، ولن يبقى من الملوك الا 5، ملك انجلترا وخرب عملوك الكوتشينا. لانه طبعا ملك انجلترا بنص الدستور يملك ولا يحكم. هو حكم بين السلطات لكنه لا يحكم، لكن احنا عندنا النظام الملكي لما بدا ومع الدستور 23 كان النص الدستوري الملك يملك ويحكم بواسطة وزرائيه، فاصبح جزء من السلطه التنفيذيه وليس حكم. ومن هنا هذه التصرفات انتهت في الامر بإقالته. وانا اذكر المظاهرات اللي كانت بتقوم في مصر في قبل 52. المظاهرات كانت صاخبه جدا من اواخر 51، وفي تقارير امريكيه صادره عن السفاره الامريكيه وانا اطلعت عليها بتتكلم على انه مصر في طريقها الى الثوره. ده في 51 كان في نتيجه إرهاصات. الاوضاع العامه الموجوده سياسيا واجتماعيا. أكيد. مرة تانية يا فندم كل سنة وحضرتك طيب، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، شكرا لحضرتك.